مشروع جنوب المطلع الضخمة والذي يضم 30,000 وحدة سكنية و 60,000 شقة سكنية وجميع الخدمات المتكاملة لأهالي المنطقة. مشروع جنوب المطلع الإسكاني هو أحد أكبر المشاريع التي تنفذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية من خلال خطتها التاسعة 2015-2016 الممتدة إلى 2020-2021. المشروع يقع على مساحة ضخمة نسبيا. مساحة المشروع تقريبا 102 كيلومتر مربع. المشروع تم تخطيطه من قبل مستشارين عالميين وتم الانتهاء من كافة أعمال التخطيط والتصميم. طبعا هذه المدينة تعتبر مدينة متكاملة الخدمات، فيها كافة بالإضافة إلى المناطق الضواحي السكنية، فيها من المناطق الصناعية والمناطق الاستثمارية والتجارية والترفيهية والرياضية. تعاون كبير بين الجهات الحكومية المختصة ليخرج هذا المشروع بشكل نموذجي حضاري. نتكلم على مدينة كاملة فيها من كل متطلبات، يعني سواء وزارة كهرباء، أشغال، تربية، صحة، شؤون، بيئة، كل جهات الدولة احنا ننسق معها عشان نوفر متطلباتها وايضا متطلبات المدينة على تأثيرها على الدولة. فما يخص وزارة الأشغال طبعا احنا منسقين معاهم على خطتنا علشان تطوير الطرق المحيطة بحيث ان تتطور طرقهم بحيث تخدم شوارعنا، وايضا شوارعنا وطرقنا وخدماتنا هم يراجعونها معنا، فاحنا شغالين بالتوازي، خططنا متواكبة. وزارة الكهرباء والماء يربطنا معها أمرين أساسيين، هو التيار الكهربائي الواصل للمدينة، وهذا طبعا يكون بالتنسيق أول ما نستلم الأرض أو الموقع مع بلدية الكويت يتم التنسيق مع وزارة الكهرباء لعمل برنامج زمني لإيصال التيار الكهربائي وكذلك متطلبات وزارة الكهرباء من المحولات الفرعية والمحولات الرئيسية. المؤسسة العامة للرعاية السكنية أعلنت بتوزيع القسائم الحكومية على مستحقيها من الدفعة الأولى للمشروع والتي تشمل 290 قسيمة سكنية بمساحة 400 متر مربع يوم الأحد المقبل. عبد الله الصفار لتلفزيون دولة الكويت.